كان تتبع اللعابه حتى في قرايتهم، كان يتبعهم حتى في حياتهم العائليه، تيدور عليهم في الليل تيقلب عليهم، ما كانش ينساهم، ما كانش محدود عف في الملعب، كان اخ ديالنا وكان صديق ديالنا، وكان تيسول فينا في الاعياد في المناسبات. عشنا معاه زعما اجمل ايام يعني في كره القدم. الشخص اللي ما خداش حقه يعني سواء على صعيد كره القدم المصغره ولا على صعيد لو كون فوت. سي فؤاد بوش، اولا مرحبا بك على قناه اخبار الفجر المغربيه. قناه اخبار المغربيه الخط التحريري لان اننا دائما كنهتم بالرواد. اكيد سي فؤاد بوش، احنا صنفناك ديما الرواد في الميدان ديال التكوين ديال الفئات العمريه بمدينه قنيطره، انك لكم الفضل في ابراز عده مواهب اللي حاليا تؤتي في عده انديه، منها ما نعرفش تبغي تذكره ولا لا، نايف اكارد اللي اكيد انك اول واحد اكتشفه، ولكن سي فؤاد دائما كنعرفو كتبقى في الظل. بغينا نعرفو شكون هو فؤاد بوش، حنا كنعرفوه ولكن بغينا نقدموه للمتتبعين ديال قناه اخبار الفجر المغربيه. شكون فؤاد بوش؟ شكرا جزيلا اخي عمر على هذه المبادره الطيبه، واللي اتت من موقع جريده اعتز بها هي جريده اخبار الفجر المغربيه، واللي هي الان اللي كاينه في الساحه يعني على المستوى لا الرياضي ولا على المستوى الجمعوي، واللي تتعمل جاده يعني في ابراز كل ما هو يعني يشغل الساكنه القنيطريه. الاستاذ محمد فؤاد بوهوش لاعب يعني قادم في صفوف فيتيان النادي القنيطري، لعبت في النادي القنيطري يعني الموسم ديال 73 مع كل من خالفه ومع كل من مصطفى الحوات فريطس، وايضا مع واحد المجموعه من اللاعبين اللي كانت عندهم مكانتهم يعني في المجموعه ديال اللاعبين اللي كنا تختارينا في هذه السنه. هذه كانت البدايه ديالي، الا انني لم اتمم يعني حتى يعني انهي المشوار ديالي على مستوى النادي القنيطري، لاني كنت ندرس في نفس الوقت يعني كانوا الوالدين تيمنعونا من يعني ممارسة يعني هذه الهواية يعني اللي هي لاعب كرة القدم. من بعد ذلك كنا واحد المجموعة من اللاعبين اللي كنا لعبنا في النادي القنيطري، لعبنا في صفوف معلمي القنيطرة اللي دوزت مع أزهى مراحل يعني الفترة يعني كلاعب بالنسبة للممارسة يعني الكروية، ولعبت واحد السنة في فريق التقدم القنيطري، وأيضا كنت يعني من اللاعبين اللي تم تختاروا يعني على مستوى منتخب الجامعة اللي هي كلية الآداب اللي لعبت فيها يعني مع الفريق الجامعي مع عبد الله التعدي أنا إذن، ومع اليقظاني حتى هو عبد اللطيف اللي هو كان ديك الساعه معايا في الشعبه ديال التاريخ والجغرافيا اللي وصل حتى للدوليه. الاستاذ بوهوش كما قلتي هذا على مستوى كلاعب، ايضا فاعل جمعوي الحمد لله كما تتعرفوا، اسست جمعيه نادي التقدم القنيطري في منتصف التسعينات بعد ما يعني دخلت القنيطرة بعد ما كنت ندرس في مدينة سيدي قاسم، وفي سيدي قاسم كذلك أنا أول واحد من أدخل كرة القدم المصغرة لمدينة سيدي قاسم، وكنت نظم دوريات على مستوى المصالح الاجتماعية لا أنا ولا الصديق ديالي لا ديال الدراسة ولا ديال الكرة اللي هو مصطفى الختيري، كنا تنظموا دوريات ويعني صديق انسان صدوق، يعني قمنا بواحد يعني عده دوريات ديال المصالح الاجتماعيه، وشاركوا فيها لاعبين كبار من امثال العمري والقدماء ديال الاتحاد القاسمي اللي كانوا انا ايدين تلعبوا مع الفريق ديال اللي هو الشركه الشريفه لهذا البترول.
وحنا كنا تنلعبوا في اطار المصالح الاجتماعيه سواء كمعلمين او اساتذه او المصالح من الفلاحه وغير ذلك. ومن بعد ما دخلت القنيطره كما قلت لكم في الموسم ديال 94 تبين لي على انه ثانويه التقدم تتسخر بلاعبين كبار على مستوى الفئات الصغرى، ومن ثم جاتني الفكره باش نكون يعني نهتم. اما بالنسبه للجمعيه راه قلت لك في 95 فين يعني بدينا البدايات ديال التاسيس ديال الجمعيه، كنت انا وبعض الاصدقاء ديالي كانوا لاعبين معايا في صفوف نادي الميناء السي عمر اللي هو حميد كرويدي وعبد الحق مقران، يعني اسسنا هذا الجمعيه ولكن ما هيكلناها قانونيا الا في 98. ان اول جمعيه تظهر لي تهيكلات قانونيه في 98، وبطبيعه الحال هذا لان تفرض علينا في هذه الفتره باش نتهيكلوا قانونيا، لانه باش تلعب في العصبه ديال الغرب كان خصك لابد من يعني من تهيكل قانونيا وتصبح الجمعيه قانونيه ابتداء من تظهر لي سبتمبر 98. والاهتمام ديال الفئات الصغرى كما قلت لكم جاء مع الدخول ديالي للثانويه، ومع يعني مشاهدتي لمجموعه من اللاعبين يعني المهاره في الثانويه، واللي كل سنه كانوا تيبهروني يعني بلاعبين متميزين من امثال مهدي بيتا، عواد عثمان، والقرو سعد اللي كان تيلعب عندي حارس، وتبارك الله صبح النجم، وايضا القوطي نوفال، واللائحة طويلة وطويلة جدا بالنسبة لهاد الوليدات اللي كانوا كما قلت لكم من الثانوية. اما من غير الثانوية فجاوني لاعبين كثار كذلك، ومنين لعبنا كرة القدم يعني اعلى مستوى الكبار هي الاخرى، يعني مشينا فيها من ذاك الشرفع، وكان واحد يعني مزيج بين اللاعبين اللي كانوا متميزين يعني في بيرين زهران في الجمعيه ديال الاصدقاء كره القدم ديال بيرين زهران. وبهذه المناسبه يعني تنشكر جزيل الشكر فاسكا اللي يعني فاتح يعني المجال للجميع، لا الفرق ولا كذلك الجمعيات، اللي من خلالها تعلموا العديد من اللاعبين اللي هما المبادئ ديال الكره، واللي كنا تنحتكوا يعني هذه هي المساله الاساسيه اللي يعني تيهملوها الاخوان اللي يعني وصلوا يعني الصفوف الاولى في يعني في الفرق الكبرى. ما عمرنا سمعنا شي حد يعني تيشكر هذه الجمعيات مثل اصدقاء كره القدم، وحتى الجمعيه اللي تتلعب وتتنشط يعني في المسيره الى غير ذلك من الملاعب ديال القور اللي تاسست في هذه السنين الاخيره، يعني كذلك لعبوا دور كبير وتخرجوا يعني من اصدقاء كره القدم عدد كبير من اللاعبين المتميزين من امثال الحصر، يعني كاين هذا بورحي اللي لعب في الكاك. اما بالنسبه للجمعيات اصدقاء بيرين زهران يعني مجموعه من اللاعبين اللي دابا مساعد ديال المدرب ديال بايا يحيى بايا، يعني واحد مجموعه من اللاعبين اللي يعني تالقوا يعني عن طريق هذه الفرق اللي كانت يعني تتهتم بالفئات الصغرى. وما نساوش يعني واحد الاخوه ديال بحدو يعني اللي كل ذي حق حقا نعطيوهم حقهم، لا مراد ولا طريق يعني كنا تنحتكوا معاهم، لا طه كذلك ما نساوش حتى هو لعب دور بارز، حتى هو يعني في يعني في ديك المنافسه الشريفه اللي كانت بيننا وبينهم. مجموعه من يعني الفروق اللي كنا تنتنافسوا منها، ومن خلالها يعني كان هاد الوليدات يحتكوا ويعني داروا يعني مستقبلهم في هذه كره القدم، ومشاو سايروا يعني اللي عطاو اللي اختصوا في هذا الميدان. وكاين الحشلافي نسيتو حتى هو، واحد مجموعه من الوليدات اللي القويري كذلك حتى نسيتو اللي عطاتي لعبت هو في النخبه. فؤاد كتبغي تبقى في الظل، انا ما كتبغيش تحكم لنا الكجاب ديالك الاكل،
هو شنو نقول لك السي عمر، انا ربي اللي شاهد، ربي اللي شاهد. جا عندي واحد الصديق ديالي في الوقت اللي كنا تنقبوا، كان كل شيء تيخاف من هذا المجال ديال التنقيب، وكيعتبروه على انه جريمه انه غتاخذ الكاك اللعابه الى غير ذلك، وحاربوا الفرق الكبرى. سي عمر كنت بغي نقول لك حاربوا يعني لرقت، وحاربوا اكاديميه محمد السادس في البدايه على مستوى يعني مدهم باللاعبين المتميزين، ولكن السياسه ديال لرقت بارك الله اعطى لكل ذي حق حقه، وكان تيكتشف يعني الى جانب سميتو عزيز بوعبيد، وحنا كنا تنساعدوا في هذا المجال، وخاصه يعني على صعيد مدينه القنيطره. وقلت لكم على ان النايف عبد ربي جاني واحد الصديق كان يعني القيل الابن ديالو توا تيلعب تما في البراعم وفي المدرسه ديال الكاك، اللي هو بوسعيد، راه ولدو تبارك الله كان كويري تا هو، وفي نفس الوقت تيقرا. وجا عندي وطلب مني، قال لي عافاك تعطي الفرصه لهاد الوليد النايف يعني اقل. وبالفعل كان نيت لرقه ناصر، كان شافوه هو وقيلا وهذا وعزيز بوعبيد شي مره في شي هذا، مع هو كان تيخلط بين شي يقولوا ليه المدرسه ديال الكاك والفلاحه، لان باه تا هو يمكن هذا يعني تيشتغل في الفلاحه. وهكذا يعني نهار بعدا وليت تختار الوحيد، واتصلوا مع الام ديالو عن طريق الهاتف، ومن ثم مشى لاكاديمي محمد السادس. هذه هي الحقيقه، وراه تيقولوا الناس تنكذبوا على الميتين، راه باقي بوسعيد حي وعبد ربي باقي، وحتى هو الا كان شي نهار باغي يجي يعني يتواجد معايا على اساس هذه الفكره وعلى هذه الحقيقه اللي بينتها، انا موجود. هذا لوبس كان كل تي يعني ما تيعرفوش، وانت اللي تبارك الله عليك بحكم يعني القرب مني، ويعني انك كنت تتعين كاع الانشطه ديال التقدم، سواء ملي كنا في الميني فوت او الكرون فوت، او حتى ملي كنا لاعبين يعني في الوقيته ديال عز كره القدم داخل القاعه، واللي كانت تسمى بكره القدم المصغره، واللي كانوا اللاعبين المتميزين هما اللي تيلعبوا فيها، الى جانب يعني النجوم ديال نادي القنيطره اللي لعبوا في الثمانينات، من امثال خليفه، من امثال طواريه، من امثال جنينه، من امثال جمال، واحد العدد كبير اللي كانوا تيعززوا الصفوف ديال هاد الفرق، وكنا تنوقفوا لهم، بل اكثر من ذلك كنا فزنا يعني باول او ثاني دوري يعني تلعب في رمضان يعني في الموسم ديال 83 84. قلت لك واستمرينا والحمد لله ديال التقدم، هذه ماشي جات من اسم هذاك، واخا انا لعبت في التقدم واحد السنه، هو خصنا نذكروا واحد السيد صراحه اللي هو المدير ديال ثانويات التقدم، السي فيصل السلامي، اللي كان عاطيني الملعب ديالو، وتتعرف في اي مجال اعطيتي ملعب صافي اعطيتي كل شيء. الملعب كنا تنستافدوا منه طيله يعني صبيحه يوم الاحد، ومن هنا بداو الوليدات تيجيو تيلعبوا عندي من يعني من الثانويه، وايضا من الاحياء يعني القريبه اللي فيها المدينه القديمه، وسميتو ساحه الشهداء وغيرها من هنا، حتى الوليدات ديال القصبة المهدية والسي حسن كانوا تيجيو عندي بحكم عندي يعني القرب كذلك والعلاقة ديال حسن، جاوني ولعبوا معايا وكانوا متميزين، وكانوا جات جيهم الغيرة الناس هادو ديال الكوكب المهدية، كيفاش ان هذوك اللعابة عندنا تيلعبوا مزيان ومؤدبين ومخلقين، ومنين تيجيو لفرقتهم تيوليو حاجة أخرى. أنا أول حاجة أنسيستي على الأخلاق، الأخلاق هي الأولى، لأن يعني الرياضة هي أخلاق، وكما قلت لك ما ننساش الخير ديال هذا، هو تا هو بحال الشكل ديالي في الظل، راه تيموت على الكاك وتيتفرج في الكورة، وأي حاجة تيمد الناس بها، وأي أحسن المدارس ما فينا هو عطانا، وحتى هما الوليدات ديال الثانوية ديالو استافدوا، لأن هذيك الجمعية ولاو تيلعبوا فيها الوليدات ديال المدرسة، بل ان الاغلب تتسحب لهم راه هذيك يعني يعني تابعه النشاط من الانشطه ديال ثانوي التقدم، بل كنا حنا جمعيتنا بوحدنا، ولكن شي تيستافد من شي. ملي نقولوا سي فؤاد كاين التقدم ديال الفقيه، نعم، وكاين التقدم ديال سي فؤاد،
لا فرق كبير بين اللي كان ناسيت في التقدم واحد السنه مع فيران ويحيى وهذا فيران ويحيى وسي عبد الله ايس بلال الله يذكره واحد السنه يعني سنه جيده اعطيناهم كل ما نتمتعوا به من خصال ونقينا واحد الفرقه وجددناها ومنها نيت حسن البوعزاني حتى هو كان لعب معاهم ولعب معاهم حميدو ولعب معاهم واحد جمال وواحد مجموعه اللعابه ولكن في الاخير انقلبوا علينا ويعني ومشات لنا يعني عكس ديال ما كنا يعني تنطمحوا ليه يعني ان نصعدوا بهذا الفريق. اذا الفرق بين التقدم ديال الفقيه والتقدم ديال الكوباس والتقدم ديال هذه اللي الاسم خديناه اولا اسم معبر التقدم ديما يعني راه معبر على يعني مثلا يعني يطمح اليه الانسان يعني على مستوى حياته ان يتقدم في اي شيء وثم ايضا حتى على مستوى الثانوي اللي عطاتنا يعني الملعب وكما قلت لكم اي ملعب اللي الانسان عنده ملعب راه يتصرف كما بغى والمؤطرين الحمد لله خديناهم من الوليدات ديالنا ديال اللي يلعبوا في الكره من امثال البوعزوني حسن اللي يعني صداقه ديالي تجمعني معاه هذه ديال 40 سنه اجمعي حتى هو حسن اللي كان هو من احسن اللاعبين المتميزين في يعني في الشبان ديال نادي القناتري وكان وصل حتى يعني الكبار ومشى لعب في يعني في السوق الأربع ومن بعد مشى كذلك لعب حتى في الحسيمه وفي واحد المجموعه من الفروق اللي كانت هو متميز كانت يساعدنا وواحد المجموعه من الاخوان اللي دازوا كلاعبين ومن بعد جا سليمان العلوي تاهو ما نذكروش هذا وكذلك ابن الجمعيه صديقكم فهد ايس ابراهيم تاهو ما نذكروش يعني العمل اللي كان تيقوم به يعني على مستوى مساعدتنا. سي فؤاد حنا اللي عاصرنا الفتره شفنا الاعمال اللي درتوها ولكن حنا كاعلاميين ديال المدينه يحزوا في انفسنا ملي كنسمعوا الهضره على كره القدم المصغره دائما كنسمعوا حميد مضايص الله يرحمه النهايضه. علاش ما كنسمعوش؟ علاش كتبغي تبقى في الظل؟ هادشي اللي كان ايوا نقول لك كره القدم يعني المصغره اللي ولات فوتسال صراحه اصبح عندها شان وقيمه يعني منذ يعني اواخر التسعينات وبدايه الالفيه وجات هذه من بعد ما يعني اصبح الاهتمام بها على الصعيد الدولي يعني على صعيد لافيفا لان يعني قبل كانت فيفوزا ودابا عاد ولات لافيفا ويعني تعطاتها ميزانيه كبيره باش يعني ينهضوا بهاد كره القدم داخل القاعه يعني على الصعيد العالمي. ومن هنا يعني جات الفكره ديال يعني اقامه بطوله يعني على الصعيد الوطني. يعني كان هناك افتقار في البدايه على مستوى الفرق يعني المتميزه رحنا كنا يعني ضعنا واحد مجموعه من الفرق نقولوها بصراحه لما جات المناسبه اننا كنا نلعبوا حنا في الاول في البريمير ديفيزيون مع سبو ولكن سبو الفرقه الوحيده اللي مشات من القنيطره علاش لان كانت متميزه وكانت تجمع واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي هما متميزين اللي جمعهم هذا دكيك هشام دكيك وبطبيعه الحال تحت رئاسه حكيم دومو راه يكذب عليك الكذاب راه حكيم دومو هو اللي يعني تيرجع ليه الفضل كل ما يعني وصلت اليه كره القدم داخل القاعه يعني من هذه النتائج هو اللي يعني تلمذ هشام دقيق على يديه وعلى يعني بطبيعه الحال من خلال يعني اللعابه اللي كانوا تلعبوا في هذيك البطوله اللي كنا تلعبوها على الصعيد الجهوي يعني على صعيد العصبة وكما قلت لك النهار اللي تفتحات يعني البطوله يلاه يعني فريق سبول اللي كان ومن بعد عاد الفرق ولات تطلع والدليل على ذلك ان كاع الفرق ديال القنيطره يعني صعدوا مباشره يعني البروميير ديفيزيون ومن بعد اللي داروا الدوزيام ديفيزيون كاع الفرق اللي كانت هذا لان كان واحد الاحتكاك كبير بين الفرق ديالنا داخل العصبه. قلت لك على انه هشام من النهار اللي بدا صراحه هو ذكي وصراحة انه وقف ليا شي جوج مرات يعني في الفوز بالبطولة ديال عصبة الغرب في النهايات
يعني وكان ذكي وجا مع التفرغ ديالو بالنسبه انه متفرغ بحال احترف هذه كره القدم داخل القاعه. وبعد ما ولات هذه المسائل يعني على مستوى يعني الوسائل التكنولوجيه والانسان تيتقى في راسو ولا موسوعه في هذا المجال يعني اعطى الشيء الكثير. انا ما عمري كنت يعني تنفيزي على انني غنكون تقني ولا هذا. ان شاء الله من بعد الى يسرات غنقدر نمشي في المجال ديال التسير بحكم هذا الباكاج اللي عندي يعني اللي هي تقنيه يمكن تساعدني ان شاء الله في في في, في مجال ديال التسير. سي واد الموج عرفتو في 81 ملي كنا في فريق المعلمين تما تكونت الصداقه بيناتنا وبقيت انا وياه حتى تكوننا فريق جمعية التقدم في 96 ولكن تأسست في 98 كجمعية قانونية. سي فؤاد هضر هو على الجانب الرياضي ديالو اللي ما خلاش حقه كما قالوا الإخوان قبيلة، ولكن غنهضر على الجانب الإنساني ديالو لأنه سي فؤاد كان تيتبع اللعابة حتى في قرايتهم، كان تيتبعهم حتى في حياتهم العائلية، تيدور عليهم في الليل تيقلب عليهم ما كانش ينساهم، ما كانش محدود عاف في الملعب ما تيقلب عليك حتى في الدار ديالك، تشوف اعياد مناسبات واحد خلوق طيب، ولكن كان في جنبه واحد الزوجه صالحه اللي كانت تعاونوا ما نساوهاش، المراه ديالو كانت صالحه تعاونوا حتى في الرياضه ديالو وتصب الحوايج الدراري تيتعاونوا في الكتابه. وسي فؤاد كون عده لاعبين بزاف بلا ما نذكر سميتهم نذكرهم، والتذكير انه كان نسا قبيله ما قال لكمش انه كان فاز جمعية التقدم في 2004-2005 في قسم الصغار عصبة الغرب، كان معنا ديك الساعة كان معنا الضو محمد والدخيسي بزاف ديال القوطي، كنا فزنا ببطولة الغرب وتقسينا في البراز في سيدي قاسم. وسي فؤاد دوز بزاف ديال الأجيال، الجيل الاول اللي كان فيه سعيد بيبو وكان ابن هموش العربي ابو سعيد، كانت واحد الفريق كان قوي، كان عاد كان الناس قاع تيهضروا عليه في قاعه المغطات، كان تيضاهي الفرق الكبرى كاجاكس كاكسبو كالعماله وكاف في كره القدم الصغيره في الثمانينات في 1985 كان اسس فريق نادي الميناء اللي كان فاز اول ثاني دوري في رياض ديال رمضان، فاز بطولة الدوري فينال بجوج لواحد، كانت نادي الميناء ديك الساعة سميتها، كان كلاعب وكان كمسير. من بعد تأسست كما قلنا قبل 98 وفاز ب 2004-2005 مع فريق مينيم، وتأسست التقدم كمدرسة وربينا أجيال كثيرة، كانت كنجيو للمدرسة من أبناء المدرسة التقدم من خارج المدرسة، وكان تيفوز بعدة بطولات لا بيرانزان لا في دوريات في تمالا دوريات في مناطق أخرى. وكان السي فؤاد كان ماشي كان أخ ديالنا، كان أخ ديالنا وكان صديق ديالنا، وكان تيسول فينا في الأعياد في المناسبات في يقلب عليك في الأعراس في الأفراح، ما كانش عنده خاص عبر الرياضه هو، بحكم انني كنت مؤطر وكنت امين المادي للجمعيه هذه 20 سنه، كنت يسير من جيبه، كنا تنفصلوا في العام تقريبا واحد 9 مليون 10 مليون من جيبه هو، هذه ديال التسيير، ما تيخليكش الدراري بلا، ما تيخليش الدراري بلا، تيفطرهم الصباح رغم ان الامكانيات ما كانش امكانيات، تيفطرهم من جيبه الصباح تيغديهم ترونسبور على حسابه هويا الطبيب. راه شحال من واحد انا كندير لي عمليه هو كثر تبقى لي كسر ودار لي عمليه ب 9000 درهم ومشي معنا بزاف اللعابه اللي كانوا تقصحوا عندنا. سي فؤاد ما واخا نبقاو حتى الصباح ما نكملوش ما نعطيوش حقه مسكين ما نعطيوش لانه المدينه نسات فؤاد ما عمر تفكروا يدوز حتى كريم. سي فؤاد بزاف انا اللي عاشت 40 عام كنت تضحي بزاف لا بوقته ولا بسيارته لا بالدار ديالو، كانت ديما مفتوحه لنا حنا الدار ديالو ديما مفتوحه لنا في المناسبات وغير المناسبات مفتوحه الدار. السلام عليكم، مهدي بيتا لاعب سابق للفريق جمعيه نادي التقدم القنيطري، حاليا استاذ تعليم ابتدائي. اود اول شيء انني نشكر جريده اخبار الفجر المغربيه يعني الالتفاته ديالها السيد والاستاذ محمد فؤاد بوهوش
يعني الاب والمؤطر والمدرب الشخص اللي يعني صراحه يعني عشنا معاه زعما اجمل ايام يعني في كره القدم. الشخص اللي ما خداش حقه يعني سواء على صعيد كره القدم المصغره ولا على صعيد لو كونفوت. يعني حنايا فكرنا يعني القدامى ديال نادي التقدم القنيطري فكرنا يعني يا مره يعني اننا نديروا يعني نديروا واحد الدوري وتكريما للاستاذ، ولكن نظرا يعني يعني بالنسبه للاخوان يعني كل واحد والتزامات ديالو داكشي ما لقيناش صراحه كيفاش نوصلوا نديروا لهذا التكريم. يعني جاورنا يعني اثرنا دانا يعني با مال دو فوا يعني مشينا للدي تي اس مثلا كنت انا والصديق ديالي يعني عثمان العباد يعني مشى معنا وقال نقدر نقول لك انه 10 المرات ولا 9 المرات حتى للدار البيضاء كيدينا يعني ومن المالو الخاص في لي تيست ديال الرجاء يعني بداك الوقت اللي كنا حصلنا على كنا حصلنا على البطوله ديال عصبه الغرب يعني في سنه 2004 2005 يعني وداك السنه كان دانا يعني درنا دي تيست في الرجاء وكنا تقبلنا. وكان ديك الساعه انا دا كان المؤطر فتحي جمال وكان واحد الاخ يعني تيقولوا لي الحاج كان هو مؤطر سابق في الواف يعني تقبلنا دوزنا لي تيست كاملين وداكشي. ولكن نظرا زعما الظروف يعني وكنا كنا شويه في داك الوقت يعني كنا شويه توجهنا يعني للدراسه اكثر. والحمد لله كما قلت ان السيد هذا يعني ما كانش كما قلت انا علاقه كانت داخل الملعب وخارج الملعب، وهذا الشيء اللي خلانا اننا يعني نوازنوا ما بين الدراسه ونوازنوا ما بين كره القدم. بزاف ديال الامور كانوا من 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 الفرق اللي يعني لي سيرفيت ديالهم بليساك وهذا يعني في ذاك ليبوك اللي كان الناس اللي كيقلبوا ديك الساعه الناس اللي كانوا في كره القدم كيقلبوا ياخذوا منها اكثر من يعطيو، وهذا السيد هذا كان تيعطي وما كيتسناش الرد. بالنسبه للسي فؤاد اش نقول لك، ما تنقاش صراحه الكلمات اللي غادي نقولها لهذا السيد هذا اكثر ما نقول ليه يعني اب يعني اب ثاني والحمد لله. وشرفني انه عرض عليا في العرس ديالو في المناسبه ديالو ما ننساهاش ليه ابدا الدهر. يعني كما قلت السي فؤاد يعني بمثابه اب والحمد لله يعني حنايا هو حبسنا كره القدم ولكن العلاقه ما يعني استمرت وديما كما قلت يعني ديما نفكروا ديما يعني انا وياه اون كونتاكت. ونتمنى ان زعما الدراري كاع اللي دازوا كاع الدراري اللي دازوا يكون زعما عندهم يردوا لي الاعتبار لهذا السيد. جزاك الله خيرا. اخبار الفجر المغربيه اللي تبارك الله عاطيه لكره القدم بصفه عامه وكره القدم داخل القاعه بصفه خاصه يعني حقها والمدينة، ونرى الإشارة في أي وقيتها.